استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهر البلاد المفدى الرئيس الفخري لنادي البحرين للحدائق حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم السيدة زهرة عبد الملك رئيسة نادي البحرين للحدائق، حيث تشرفت بإهداء جلالته كتابا بعنوان 50 عاما مثمرة، وهو كتاب يوثق مراحل المسيرة التاريخية للنادي. وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره على هذا الإهداء منوها بالجهد الطيب الذي تم بذله في إعداد هذا الكتاب، وأشاد جلالته بالإنجازات الهامة التي واصل تحقيقها نادي البحرين للحدائق منذ تأسيسه قبل أكثر من 50 عاما، وما يقدمه من إسهامات متطورة يسعى من خلالها لتنمية القطاع الزراعي ودعم وتشجيع مختلف المبادرات التي تهدف للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية الوطنية من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية ونشر الوعي حول الثقافة الزراعية. ومؤكدا جلالة الملك المفدى أن الاهتمام بالزراعة من تراث البحرين الأصيل، ونحرص على رعايته والاهتمام به لما له من دور في إعطاء الجانب الجمالي لمملكة البحرين. وشكر جلالته نادي البحرين للحدائق على إسهاماته الكبيرة ومشاركاته في مختلف معارض الزهور والحدائق على المستويات الداخلية والخارجية، متمنيا جلالته القائمين على النادي المزيد من التقدم والنجاح. من جانبها تقدمت رئيسة نادي البحرين للحدائق بجزيل الشكر وعظيم الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة، مثمنة بكل التقدير الدعم الكبير الذي تحظى به أنشطة ومشاريع النادي من لدن جلالته حفظه الله لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة.